الامتحان هو يعني بنقدر نقول انه سهل، بس بنرجع بنحكي مشكله الاعراب. كل سنه بيجيبوا اعراب بس عشان نقص الطلاب علامات، وفي الكتاب كله ما فيش الا تمرينين اعراب، يعني بنحفظهم بس بيجي غيرهم. واليوم كثير كثير مكثرين على الاعراب وضيعوا على الاولاد علامات. برضه الامتحان يعني طويل شوي وبيحتاج شويه وقت، والتعبير يعني اول مره بيجيبوا هيك موضوعات. يعني احنا قرينا اسئله سنوات سابقه تحضرنا الهن، في كثير عن المراه مثلا كان مكرر، بس السنه اول مره بيجيبوا عن الارض او والآلة. فبس هذا هو التعليق على الامتحان. يعني هو كان شوي صعب بس الحمد لله منيح. الصعوبه في يعني توزيع العلامات كان يعني مش كل هذا، وكمان الأسئلة مش جاي من كل المواد من مادة كلها. قدمنا اليوم الجلسة الأولى بامتحان العربي الورقة الجلسة الأولى، فكانت الأسئلة منيحة سهلة، بس كان بيحتاج بتطلب وقت يعني، وكنا بحاجة لهدوء أكثر من هيك، لأنه كنا بنعاني من الشارع أنه ما كان فيه هدوء، السيارات والأزمة اللي كانت برا يعني، فما كان في كتير هدوء بالقاعة. الأسئلة موزعة كانت بدها، بس أنه كان العلامات يعني موزعة مش كتير بالمعنى، يعني كان بده شرح بس كان العلامات قصار يعني مش حاطين علامات كتير على السؤال، مع أنه بده شرح كتير وبده وقت. كان عندنا امتحان لغة عربية طبعا، كان امتحان سهل والأسئلة موزعة وكل شيء منظم يعني. الامتحان كان يعني مش دقيق كثير، كانت الأسئلة متواضعة على جميع المستويات الحمد لله منيح، كان كثير كانت الأسئلة موزعة ومنيحة يعني مش صعب كثير، بتلائم جميع المستويات للطلبة. امتحان العربي الحمد لله سهل كان، بس طويل شوية حسيته، الحمد لله الإجابة كانت موفقة إن شاء الله بنزبط فيه. ليش طويل؟ طويل نوعا ما يعني بده شوية وقت، ولا أسئلة طويلة كانت بده شوية وقت. أول إشي الامتحان يعني بقدرش أقول لك إنه صعب ولا بقدر أقول لك إنه سهل، الامتحان وسط، في أسئلة طبعا إجت سهلة بس بدها نتفي التركيز وبدها الطالب يفكر فيها منيح، أما إجمال الامتحان منيح وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل الطلاب. الأسئلة مناح بس في أشياء دقيقة فيها، أو عادي الوقت لا جاي يعني بالضبط، يعني خلصنا وراجعنا اللي بدنا إياه وبكل أريحية. لا الحمد لله كثير منيح.